موجزا بقى الواحدة من أونلايف. أهلا بكم. وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وذلك في إطار جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن والكويت وباكستان. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن جدول أعمال جولة ماتيس إلى المنطقة يتضمن إجراء مباحثات مع زعماء الدول المذكورة لتأكيد تمسك الولايات المتحدة بالشراكة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. أعلنت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام والتابع للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيطرتها على دار الرئاسة ووزارة الدفاع ومطار صنعاء بالكامل ومبنى التلفزيون وأغلب المواقع الحكومية من مدينة صنعاء من قبضة المتمردين الحوثيين خلال اشتباكات عنيفة. ويأتي ذلك وسط أنباء عن اعتقال قوات صالح لعبد الخالق الحوثي نجل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي. ومن جانبه دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح جميع الأطراف في صنعاء إلى وقف لإطلاق النار، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها المدينة. وفي كلمة له بعد الأحداث الدامية قال صالح إن الحوثيين واصلوا التصعيد واستخدموا كافة الأسلحة الثقيلة في هجومهم على صنعاء، مشيرا إلى أن الحوثيين يسعون إلى تجنيد الأطفال في معركتهم الحالية. مشاهدي الكرام، انتهى الموجز بعد لحظات متابعة وتغطية لأهم الأحداث.